صباح الخير، صباح النور. حلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. الحقيقة جالي طلبات كتير قوي من السادة المشاهدين ومن بعض الأصدقاء اللي تواصلوا معايا على صفحة البرنامج وعلى صفحتي الشخصية، إن هم عايزين يعملوا حلقة عن الأبراج. طبعا أنا سعدت جدا بالتفاعل بتاع حضراتكم، جدا سعدت جدا بجد. فبناء عليه قررنا إن احنا نعمل حلقة عن الأبراج. معانا النهارده في حلقتنا النهارده وضيفتنا الجميله الاستاذه نانيده الباز الباحثه في عالم الابراج. صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح النور. ميرسي. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. زي حضرتك ركز معاكي ولا ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. مستعده؟ ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله مستعده. الاول عايز افهم من حضرتك، يعني ايه مفهوم الابراج؟ يعني ايه ابراج؟ هي الابراج، هي لو احنا اتكلمنا بالموضوع يعني اكاديميك، انه هي هتبقى التقسيمات اللي هي الدائريه اللي هي بتبقى فيها الشمس، واللي هي بتبقى فيها الشمس والكواكب. فهي دي مفهومها الاكاديمي، يعني بعيدا عن الابراج وشخصياتهم، وهي بتحلل شخصيه كل انسان. يعني هي فيها تحليل لشخصيه كل انسان فينا وتوافقه مع الشخص الاخر. يعني بس هي دي، يعني ان ليها علاقه بالابراج، الابراج ليها علاقه بالكواكب و ايوه طبعا. وكل يعني مثلا برج الاسد كوكب الشمس، مثلا بيبقى كوكب الشمس. هو التدخل عامه الكواكب في الابراج يعني مثلا زحل مثلا، دي من الحاجات الكواكب اللي هي بيبقى فيها بيقولوا نحس فيها حاجات مشكله او كده يعني. وفي بقى يعني هي دي مفهومها يعني بالنسبه لتوافقها مع الكواكب. يعني غير كده بقى ان احنا بندخل شخصياتنا بقى. هل يعني مثلا برج الميزان ليه صفات معينه، هل فعلا الصفات دي بتتواكب مع برجه بالنسبه للشخص نفسه؟ بالنسبة يعني للشخص، احنا عندنا ولا مثلا بتختلف مع اشخاص؟ اكيد هقول لحضرتك مثلا احنا لازم، يعني بصراحه احنا في الكواليس لما وصفتي لي برج الميزان، اللي انا برج الميزان طبعا حوالي 90% كان صح، ما شاء الله. يعني انا انبهرت بصراحه، لان حضرتك بيور ميزان. لان في فرق ما بين العشره الاولى، العشره الثانيه، العشره الثالثه. حضرتك من العشره الثانيه. العشره الاولى دايما بتبقى ما بين الميزان مثلا والبرج اللي قبله، وبالنسبه للعشره الاخيره ما بين الميزان وبرج العقرب. فهم بيبقوا غير بعض، بيبقى دايما مكتسب من البرج اللي بعده. بس العشرة البيور اللي بتبقى موجودة في التانية، فهي بتكون كل المواصفات فيها دي أكيد. طبعا ما ننساش بقى التربية، ما ننساش الجينات الوراثية دي. ده سؤال تاني هسأله. أوكي. فهي دي بس تبقى طبعا، يعني الصفات كلها بتبقى موحدة. بتبقى موحدة يعني بالنسبة للعشرة. رجل أو أنثى الميزان، الأنثى والرجل يعني في اختلاف شوية. في لا يعني قصدي في يعني الأنثى كقراءة عامة. الأنثى في العام. الأنثى في العام نفس، هي صفاتهم كلهم واحدة. دي القراءة العامة، غير إن هما بعد هكذا كده بيختلفوا. هكذا برج الأسد، هكذا السور. ايوه بعد كده بنختلف. يعني الانثى والرجل بالنسبه للابراج فيهم اختلافات طبعا، بس القراءه العامه بنقول ان هم فيهم تشابه من بعض. التربيه والجينات الوراثيه ليها تاثير على، ايوه ليها تاثير طبعا، بالنسبه انها بتاثر بس طفيف شويه. لاني انا بشوف في الاخر ده من رايي انا، ان الطبع هو اللي بيغلب الانسان. يعني مثلا انا برج الاسد مثلا، انا بيور اسد، لا انا طبعي غير مثلا ان انا ماما او بابا، احنا مختلفين. فبتبقى لا برضو الطبع بالنسبه للبرج الشخصيه بتكونه، وخصوصا يعني ممكن لو يعني صدمات اي حاجه في حياتك، تحس ان في حاجه طلعت مختلفه عن اهلك، مختلفه عن الاهل تماما. فهي دي انا بالنسبه لي بتاثر بس طفيف، مش قوي. مش قوي؟ لا مش قوي. طب هو في بعض الاصدقاء طالبين يعرفوا عن ال، طيب ناخد ايه؟ طيب ناخد بقى مكالمة الحاجة. اصل الحاجة راكب بصراحة من الناس المحترمة جدا وصديق البرنامج. اوكي. وصباح الخير يا حاج رجب. انا بشكرك يا استاذ احمد على المقدمة دي والله. لا والله انا، انت حبيبي، انت عارف يعني. والله انا بشكرك. احنا بينا اصدقاء، انا ما شفتكش قبل كده، بينا اصدقاء عبر البرنامج. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك يا حاج رجب. الابراج اللي هي منوره قناه صحه وجمال والله. ميرسي قوي لحضرتك. اهلا وسهلا. يا مرحبا. اتفضل يا حاج. انا مواليد 12/7
برج ايه ده يا 12/7؟ 12/7 ده برج السرطان. ده برج السرطان. السرطان يا حاج رجب. معايا عملية يا ريت هعملها ولا ما اعملهاش؟ تطمني خبير في الابراج. هتعمل عملية؟ ما عرفتش اعملها ولا لا، هي هتطمني خبير في الابراج يا رب. طيب هنتكلم معاه في النقطة دي يا حاج رجب. شكرين، شكرا شكرا يا استاذ احمد. ماشي ماشي. توقعاتك ايه بقى؟ بصي انا عندي دعاء السيد، عندي دعاء ابو جزية، عندي الحاج رجب، التلاتة برج السرطان. توقعاتك ايه برج السرطان؟ بالنسبه لبرج السرطان طبعا يعني بدايه ده 2021، بس هقول مقدمه صغيره ان 2021 هي تكمله ل 2020. ناس كتير بيعتقدوا ان 2021 هتبقى اخف، يعني خلاص احنا ما بقاش في مشاكل. لا، هي لسه في ضغوطات، بس ضغوطات هتخف شويه عن الفتره اللي فاتت، ولكل الابراج هيبقى ليها حظوظ، بس حظوظ في حاجه معينه. بالنسبه لبرج السرطان، برج السرطان مهنيا وماديا، يعني ان هو يعني بالنسبه للمهنه وبالنسبه للماديات هيبقى احسن. بالنسبه للصحه ان شاء الله خير، يدخل العمليه باذن الله خير. يعني بالنسبه دي حظ كويس، يعني ان شاء الله خير باذن الله. يعني هل ده فعلا انه مجرد ان اعرف ان اعمل عمليه او لا اقدر احكم عليها عن طريق لا الأمراض؟ احنا بص حضرتك طبعا بتوقع. التوقعات بتدخل فيها الصحه. هي بصي، هي كل حاجه طبعا بيد بامر الله سبحانه وتعالى، وده اللي انا بقوله. كل حاجه في ايد الله سبحانه وتعالى، وهو اللي بيكرر، والاقدار دي بايده اكيد، لان احتماليه هو 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 علم، علمه بيدرس. الناس بتخلط عليها الامر شويه سوري يعني ان مثلا يقولوا لا التوقعات دي علم الغيب. هي مش فكره كده، فكره ان انا بتوقع، هي حسابات فلكيه معينه هم بيعملوها. في دراسه لكده صح؟ في دراسه طبعا، وفي ناس متخصصه لكده، واحنا بننقل عنهم. وهي الفكره لا يعني في كليات بتدرس في اداب علم فلك، انا ما اعتقد هي دي اداب علم فلك. فهي الفكره يعني ده اللي انا سمعته يعني بالنسبه للتدريس. بس هي الفكره ان مثلا كنا بنقول ايه؟ بنتكلم ان في يعني هو الحاج راجل بيقول انا هعمل عمليه. التوقعات. فبتكلم هل فعلا نقدر نحكم عليه اذا كان يخش؟ ما هي بتدخل في الصحه، التوقعات بتدخل يعني في الصحه. يعني برج السرطان حظه كويس مهنيا؟ مهنيا ماديا. ودايما نقول خلي بالكم من صحتكم، يعني دايما نقول الصحه ان شاء الله حظه كويس يعني في 2021. احسن كتير من الاول، احسن من 20. بس في العاطفه لا، العاطفه شويه فيها مشاكل عاطفيا، فيها مشاكل. العاطفه شويه متخبطه بالنسبه لبرج السرطان. بس بالنسبه لل يعني احسن بقى في ان هو كسب المال، الماديات، فاحسن كمان في المهنه بتاعته، في الوضع المهني بتاعه يتحسن، في تحسن ماديا ومهنيا. عاطفيا لا، صحيا كويس ان شاء الله. صحيا كويس ان شاء الله. طيب في الجوزاء معانا نهال امين، مي الحضري، وسام عوض الله، ولاء الجميزي. بس هناخد المكالمه دي الاول. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح النور يا فندم، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، كله تمام. اتفضل يا فندم. صباح عليكم. صباح الخير حضرتك. انا بسال عن تاريخ 26/1 و24/12. 29/1 و24/12. 29/1 ده برج ايه يا فندم؟ الدلو. و24/12؟ 24/12 ده الجدي. الجدي. اول الجدي. تمام. ماشي، خليك معانا يا فندم، واحنا هنقول لك دلوقتي اهو. طيب عشان نرجع الاول بس لبرج الجوزاء، نهال امين، مي الحضري، وسام عوض الله، ولاء الجميزي، دول برج الجوزاء. عايزين يعرفوا ده على فكره اصدقاء للبرنامج، ولما نزلت برومن الحلقه طبعا الكل بعت لي، فانا مش هقدر ان انا اكيد طبعا. اهلا وسهلا. برج الجوزاء، برج الجوزاء بالنسبه لصفاته يعني بالنسبه هي بنوته يعني انسه، هم كلهم كلهم. هنقول قراءه عامه بالنسبه لها. بفرح لما بسمع صوتك يا استاذ نصر، بصراحه بفرح لما بسمع صوتك. المنتج الكبير بتاعنا اللي خيره علينا كلنا، حبيبي يا باشا، اتفضلي. بالنسبه لبرج الجوزاء، احنا يعني هو من الابراج طبعا الهوائيه، من الابراج اللي دايما بيكون فيها تردد في حياتها دايما. احنا بنسميهم مثلا ان هو عنده مش شيزوفرينيا، لا يعني مثلا يبقى النهارده رايق جدا، بعد ساعه تلاقيه غير موده تماما، مع انهم الابراج الطيبه. يعني بصراحه يعني هنا كويس، هنا وحش،
هنا 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 يكونوا كويسين، المود عالي جدا، فجاه المود يتغير. مع انهم طيبين جدا، مع انهم اذكياء جدا، وكمان هما من الناس اللي دمهم خفيف بس بيحبوا الحريه، ما بيحبوش التقييد، يعني حد يقيدهم، ما بيحبوش ان هما حد يامرهم اعمل كذا ما تعملش كذا، بس هما تعاملاتهم بس لازم يبقى الحذر فيها، لان المود بتاعهم بيبقى متغير شويه. الموضوع على طول في تغير، على طول تغير في ثانيه ممكن يعني. طيب ممكن حظهم ايه بقى في 21؟ حظهم ايه في 21؟ بالنسبه للجوزاء يعني هو افضل من الاول يعني، بس هي من الابراج برضو اللي هتتغير، يعني من الابراج اللي فيها تغيير، يعني يعني فيها تحسن، فيها تحسن، كل الابراج فيها تحسن، بس تحسن هنا بالنسبه ماديا للجوزاء. عاطفيا للجوزاء هيبقى في التحسن فيها شويه في العاطفه، المهنيا يعني يجتهد اكتر على نفسه. هو الوسط، الجوزاء جاي في التغيير اللي هو الوسطي شويه. طيب يعني تاخد المداخله دي. اكيد. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير يا ام يوسف، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا 20/8/84. 20/8/84. وجوزي 2/9/2/9. 85. طيب تابعي معايا لو سمحت، تحسن وبعد كده خليك ترد علي. عايز اعرف التوقعات بتاعت 21. عايزه ايه بتقولي؟ التوقعات بتاعت 21 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ده الاسد. الاسد والعذراء. الاسد والعذراء. هي طيب الاسد. نخش والعزراء. نخش في الاسد برضو، في الاستاذ محمد عمر وفي الاستاذه ياسمين عبد البصير. بالنسبه بس قبل ما نخش في نقطه الاسد دي نكمل بس بالنسبه عاطفيا لبرج الجوزاء. افضل من الاول. افضل من الاول عاطفيا. بالنسبه مهنيا كمان في تحسن، بس هو يشتغل على نفسه اكتر. يعني هي سنه اجتهاد، هي سنه لازم تشتغل كويس عشان تلاقي اللي انت عايزه. يعني هي مش مجرد ان خلاص حظك كويس في الوضع المهني ان انت هتقعد وتستنى، لا. وبيبقى بيفرق من كل واحد والتاني يعني. يعني ممكن حظ الجوزاء يبقى كويس بس ناخد المكالمة الهاتفية معلش برضه. اكيد اتفضل. الو استاذ طحر. الو السلام عليكم. صباح الخير يا فندم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن اقول خبرية الابراج ان انا اتفضلي يا فندم. سنة 4/6 سنة 85. 85 جوز 4/6 واني 16/7 هي 94. انت كام يا فندم؟ 16/7 سنة 94. 16/7 ده برج ايه؟ 16/7 16/7 ده السرطان. السرطان، احنا قلنا السرطان. ماشي يا فندم، تابعينا وانت هتعرفي معانا دلوقتي توقعات ان شاء الله باذن الله. نطلع فاصل اعلاني ونتواصل ان شاء الله باذن الله، وارجو ان تبقوا معانا. رجعنا لكم تاني مع الباحثة ناني دلبيز في عالم الإبراج. الناس مستمتعة بصراحة. أنا أكتر. الناس مستمتعة بصراحة. أنا أكتر مع مرسي. طيب برج الحوت. أستاذة نات فاروق. أستاذة جايدة حجازي. أستاذة ريهام المهدي. برج الحوت ده من أحسن الأبراج، أنا بحبه يعني، بحب والله. برج الحوت جدا ميل يعني. بيمتازوا بإيه عن بقية الإبراج؟ الرومانسية أهم حاجة عندهم في الدنيا، أهم حاجة عندهم نمبر 1 يعني هي. طيب الرومانسية. قبل ما ناخدهم ناخد المكالمة دي. ألو صباح الخير أستاذ أمام. صباح النور. اتفضلي يا فندم اتفضلي. أنا أمام 29/10 وجوزي 3/1. 29/10 الميزان. صح؟ وجوز حضرتك إيه يا فندم؟ جوز حضرتي 3/1. 3/1 الجدي. ماشي يا فندم، تابعينا وهتعرفي ان شاء الله باذن الله توقعات الابراج. احنا قلنا الميزان باين صح؟ الميزان ده ما اتكلمناش في التوقعات بتاعته. ما كناش في التوقعات. طب ماشي هنخليه اخر حاجه. ما فيش مشاكل. ناهي فاروق، جايده حجازي، ريهام المهدي، برج الحوت. برج الحوت.
الحوت. برج الحوت من انا قلت ان هو رومانسي اول حاجه في حياته، رومانسيه بتاثر على شغله، بتاثر على حياته عطيفة. كلها جدا، حنين جدا جدا، دايما ما بيحبش يجرح حد، بس مشكلته ان هو لو اتنرفز او يعني ان هو حد يجي عليه قوي ممكن يقول كلام هو مش حاسبه يعني. بس هو مجتهد، هو ذكي جدا، وطول ما هو عنده موضوع العاطفه كويس هو بيقدر يعني ينجح في كل حاجه. يعني هي العاطفه دي اول حاجه في حياته. في حاجه هيتميز بيها سبيشن خاصه بيها؟ العاطفه بالنسبه ل 2021 صعبه شويه، هما بادئين من اخر 2020 شويه، من شهر 12 28 ده برج ايه؟ 28 2 28 2 ده الحوت. الحوت ولا الجدي؟ الحوت. الحوت. اتنين الحوت. اتنين الحوت. طيب. الو. الو السلام عليكم. صباح الخير يا ام عبد الله. لو سمحت انا 10/12/1998. 10/12؟ 1998. ماشي، 12 ده برج ايه؟ 10/12/1994/1995. 4؟ 20/4. 20/4. 95. 95. نبرجي. بس معايا اختي برضو 20/4 ده. طب جاوبيهم بقى. اتفضل. اقول ايه؟ بيسالوا عن البرج بتاعهم توقعات. 20 20/4. 20/4. 20/4 ده اخر اخر الحمل. 20/4 اخر الحمل. توقعاتك ايه في الحمل؟ في الحمل معانا برضو الاستاذه نسرين سامح، رودينا عطيه، احمد صلاح. انا ما مش ركزت لحظه عشان البرج. على مالك على مالك على مالك. لا اصل عارف كتير. انا هدي المكالمات شويه. بليز. انا هدي المكالمات شويه. بالنسبه يعني عامه للحمل، الحمل من الابراج اللي هتخف عنها الضغوطات كتير عن الاول. الحمل هيبقى عنده برضو الحظ بتاعه في المهنه، في ان هو الماديات، بس لازم يكون مش متسرع، لازم يكون عارف يحاسب خطواته هو بيعمل ايه. لان هيمتاز بايه بقى؟ الحمل هيمتاز ان هو ناجح، هيبقى في نجاح في تقييم ليه في السنه الجايه ان شاء الله. بالنسبه للعاطفه ما بين هبوط وصعود هتبقى مهنيا قلت ان هو ان شاء الله هيبقى احسن ماديا ومهنيا، مرتبطين معاه مع بعض، هيبقى في ارتفاع ان شاء الله، هيبقى احسن من الاول. معانا مكالمه هاتفيه. الو. وعليكم. وعليكم السلام. كاتو ممكن اعرف بس انا دلوقتي مواليد 3/1/77. 3/1/77. 77. تمام. عايز اعرف البرج بتاعي ايه؟ برجه ايه؟ جدي. الجدي يا فندم. ليه؟ برج الجدي. برج يعني برج الجدي. في حاجه على المدير دي ولا كويس ولا ايه؟ بيسال المدير. جميل. لا برج الجدي ان شاء الله بعد العذاب اللي شافه الفتره اللي فاتت، برج الجدي هيكون عنده حظ حلو. كان عندك مشاكل الفتره اللي فاتت فندم؟ قفل. ماشي معلش. هو عامه برج الجدي كان عنده ازمات وعنده يعني مشاكل الفتره اللي فاتت، فهو هيبقى ان شاء الله السنة الجاية هتبقى بالنسبة له أحسن كتير من الأول يعني. بس هو برضو مش هنقول إن الضغوطات هتسيبنا، لا، هو في أبراج هيبقى ليها فيها ضغط شوية، بس ماديا هيبقى أحسن، مهنيا أحسن. بس من ناحية يعني في من برج الجدي عنده بدايات، عنده بدايات ورجوع يعني. بدايات إن هو ممكن في منهم اللي ما اتجوزش ممكن إن هو يتجوز، الرجوع إن هو بيبقى في حد قديم في حياته عايز يرجع له. وهو هيبقى ما بين ما بين لا يعني. ماديا هيبقى احسن من الاول شويه. مهنيا؟ مهنيا كويس جدا. برج الجدي معروف ان هو ممتاز يعني وطموح. عاطفيا ان هو ما بين برضو هبوط وصعود، بس هيبقى فيه ارتباط، هيبقى فيه بدايه لحاجه في بدايه لحاجه. برج القوس ابتسام احمد ياسمين مصطفى. برج القوس هو من الابراج السنه دي شويه يعني حظها مش كويس. مش حظها مش كويس، بس هي من الابراج اللي شويه في ضغط في حياتها شويه مهنيا عاطفيا. ان هم المهنيا يمكن احسن، بالنسبه للعاطفيا هيبقى في ناس هتسيب، في ناس انها في انفصال يعني. انفصال. مش هيبقى مهنيا. مهنيا افضل شويه. افضل شوية. هي المهنه والماده ان شاء الله هتبقى احسن يعني نوعا ما. نوعا ما. الو استاذ علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. كده اتفضل استاذ علاء. معاك يا فندم. موجود علامه كابتن.
اتفضل يا فندم اتفضل. حضرتك انا عايز اسال، انا مواليد 1/4 83 برج ايه يا فندم؟ الحمل. برج الحمل يا فندم. ومدام مدام 1/2 85 ايه يا فندم؟ 85 ده برج الدلو. الدلو يعني حضرتك برج الحمل، المدام عندك برج الدلو، توقعاتك ايه للحمل والدلو؟ الحمل ان هو ان شاء الله هيخف عنه برضو الضغط، من الناس اللي هي جايه في المهنه الحظ بتاعهم في مهنتهم، من الحظ بتاعهم ان هي هتخف عنهم ضغوطات اللي هي السنه اللي فاتت، هو من الحمل والجدي من الاثنين زي بعض. بالنسبه للدلو لا، في حاجه مستنيها كويسه، في حاجه للدلو. زي حاجه هيبقى خبر صار جاي للدلو، وان الدلو لا من الناس اللي متميزه شويه، هو زي العقرب شويه في السنه الجايه ان شاء الله، هيبقى مهنيا وكله في تحسن. العاطفه هتبقى ان شاء الله مستمره، يعني اي اتنين مرتبطين هتبقى حلوه كويسه. اي حد هيبدا ان هو يدخل في يعني ارتباط او حاجه بيبقى يفكر شويه قبلها. برج العذراء استاذه هانيه حجازي. برج العذراء هيصحى شويه، لان كان في ناس كتير ان هي شويه جايه عليه، يعني ممكن نقول لا. برج العذراء كمان في ناس احنا بنقول ان هو اتغش فيهم، يعني حاجه زي كده، اتغش في شخصيات في شخصيات معينه. لا هو هيحط بقى النقاط على الحروف في الموضوع ده السنه دي، ان هو هيبقى احسن، ان هو هيبقى هو ذكي جدا، هو من الابراج الذكيه جدا، بينجح في شغله، فهو هيبقى ناجح مهنيا وماديا. العاطفه يخلي باله من الشريك، المرتبطين يخلوا بالهم شويه، لان ما يكونش انتقاد، لانهم منتقدين بيحبوا ينتقدوا، لا يخففوا شويه الانتقاد. ناخد المكالمه دي. الو. الو. صباح الخير يا فندم. صباح النور. عمرينا يا فندم. انا مولوده في 2006 28/1. 28/1 برج ايه؟ 28/1 ده الدلو. انت برج الدلو، انا سامعك في الايربيس عماله تقولي انا عايز اعرف البرج ايه. برج الدلو اول 10. طب انا برج الثور. طيب برج ايه؟ الثور. انا برج الثور، عايز اعرف يعني متوكل ولا لا. انت 28/1 انت 8 ولا بتسالي عايزه تعرفي 28/1 برج ايه؟ ايوه يعني برج ايه؟ 28/1 قلنا برج الدلو. ماشي. طب عايز اعرف برج الثور وبرج الميزان متوافقين ولا لا؟ طيب حاضر، تابعينا وانت هتعرفي ان شاء الله معانا دلوقتي. هي عايز تعرف التوافق. على التوافق. وفي بسنت برادعي برضو الثور الثور. جميل الثور في الثور في السيدات. بيبقى والله جميل جدا، حظهم كويس. مش فكره كمان حظها كويس، هي من النوع القوي جدا، من النوع لما بتقول عايزه تعمل حاجه بتجتهد قوي انها تعمله. طبعا الرجال برضو فيهم، بس دايما امراه الثور ممكن تعمل تيجي على نفسها قوي عشان الاخرين، النوع اللي بتضحي جامد جدا بدون اي مقابل. فهي ان شاء الله حظها هيبقى احسن من السنه اللي فاتت، لانهم برضو من الابراج. طب احنا جالنا اتصال في الكنترول عايزين نساله ايه العلاقه او كونكت بين الجدي والحمل. الجدي والحمل صعبه جدا والله، صعبه، لان الحمل ناري والجدي ترابي والاثنين قياديين. الحمل قيادي ومن النوع اللي الحمل شويه من النوع اللي في مواعيده ما بيبقاش زي الجدي. الجدي لا، كل حاجه تمام، ما بيحبش الا يبقى فيه بلان معينه او خطه معينه قبل ما يعمل اي حاجه في حياته، ما بيحبش المفاجآت، فصعب شويه هما الاثنين. طيب ناخد المكالمه. الو. السلام عليكم. يا صباح الخير. وعليكم السلام. صباح النور. ممكن نتواصل مع حضرتك الابراج؟ اتفضلي يا فندم. حضرتك يا دكتوره دلوقتي انا كنت مكانكم من شويه بس ما ردتش عليا. سحر جوزي عنده 4/6 سنه 85، عايز اعرف برجه ايه. وانا 4/6 وسنه 94 بس وانا برد عليه دلوقتي. خليكي معانا يا فندم دلوقتي. برج 4/6 4/6 ده برج الجوزاء. برج الجوزاء. الاثنين برج الجوزاء. انتوا الاثنين برج الجوزاء. لا هو 6، هو 4/6 وانا 16/7. 16/7 السرطان. حضرتك يبقى انت برج السرطان.
وبص حضرتك الجوزاء الجوزاء الجوزاء. طب عايزين بس نعرف الحاله الماديه وكده يعني. طيب بالنسبه لجوز حضرتك صح؟ السرطان كويس الحمد لله ماديا ان شاء الله السنه الجايه اللي هي 2021 هيبقى في تحسن مادي عنده في المهن كمان. بس يعني ايه يفك الدراما شويه لان السرطان عنده مشكله تشاؤم شويه يعني ما بيبقاش بيبقى دايما هو عنده حزن دايما كده لانه اساسا من الابراج الخياليه بتعيش خيالها هي جايه بعد برج الحوت في الرومانسيه والهدوء والطيبه وحنين جدا يحب العيله جدا فهو ان شاء الله ماديا ومهنيا هيبقى احسن وهي بقى الجوزاء يعني انت ذكرت حاجه كده فانا ذات نفسي الفضول شدني ليها البرج الناري والبرج الترابي هي الابراج متقسمه مثلا لحسب يعني اسد طبيعه حمل الحياه اسد حمل قوس الابراج الناري ناري اسد عصبيين بيكونوا دايما عايزين يوصلوا اللي هم عايزينه بس مشكلة ان في التعامل مع الناس ما بنبقاش قوي يعني الاسد والحمل والقوس ناري وطبعا الماء عصبيين عصبيين جدا وقياديين يحب القيادة والقوس كمان يحب القيادة رجل القوس يحب انه ممكن يبقى في الاعمال القيادية الابراج المائية الابراج المائيه عندي الحوت وعندي العقرب والسرطان الثلاثه طبيعته ايه بقى العقرب صعب العقرب صعب جدا يمكن الحوت والسرطان مقربين لبعض لما قلت لحضرتك ان السرطان بيجي بعد الحوت في الرومانسيه والحنيه والحاجات دي هي بيجي بعدها بعد كده بقى الترابيه والهوائيه ناخدهم بعد الو استاذه سلوى صباح الخير عليكم بركاته لو سمحت عايز اسال بس على ابراج انا وجوزي واولادي كله ده العيله كلها كده طب ماشي قولي يا فندم طب معلش قولي 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 انا 5/5/85 5/5/85 85 ده برج ايه 5/5 ده الثور السور طب نسمع السور الاول جميل السور جميله ده ولد ولا هي انت صح حضرتك يا فندم 5/5 طب وجوز حضرتك جوزي 31/5/77 ده برج ايه؟ جوزاء وعندي بنتي 1/7 1/7 2010 سرطان وبنتي التانية برضه 26/4 26/4 2018 2017 ده برج ايه؟ وابني بقى الصغير 25/10 طب واحدة واحدة كده عليا طيب 26/4 ده برج ايه؟ 26/4 انا عندي هنا بتبقى اول بداية الحمل بعدين لا انا اتلخبطت كده انا جالي كونفيوجن على مهلك على مهلك هي المداخلات كتير بصراحة يعني ده هم بيحاولوا ان هم يقللوا شوية هيبقى عندي الحمل 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 متلخبطه فيه النهارده احنا اتكلمنا عن الجوزاء ما اتكلمناش عن الجوزاء اتكلمنا عن الجوزاء اتكلمت عليه اتكلمنا عن التوقع عن التوقعات طيب إيه الابراج المائيه ايه بقى قلنا العقرب والسرطان والحوت الميزان 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 هوائي الميزان والجوزاء والدلو هوائي برجه برجه هوائي هوائي بس هو مختلف شويه عن الدلو والجوزاء ان هو من النوع اللي هو عارف عايز ايه من النوع اللي شويه مركز بالنسبه للدلو والجوزاء حد قدامه التارجت عايز يوصل له يعني التارجت عايز يوصل ذكي جدا وان الدلو. هو بس الدلو والجوزاء دي الابراج الهوائيه بيتناسبوا يعني شبه بعض ان هم ما بيحبوش القياده ما بيحبش حد في كونكت بين الميزان والجوزاء يعني شويه شوية ممكن بس شوية. مش قوي يعني بقى بالدلو والجوزاء أكتر الدلو والجوزاء قريبين قوي من بعض يعني أنثى الجوزاء فيه توافق مع رجل الميزان بس ناخد الأول المكالمة فيه ألو ألو السلام عليكم اتفضلي يا أستاذة أميرة هو أنا 19/7 19/7 ده برج إيه 19/7 ده سرطان آخر السرطان إحنا قلنا على فكرة يا جماعة الأبراج دي كلها السرطان يا فندم برج السرطان طيب معلش نعيد تاني بقى للناس برضه عشان الساده المشاهدين عايزين اكيد طبعا نعيد تاني معاهم ناخد الاول برج السرطان نعيده تاني برج السرطان انا قلت ان هو من الابراج احنا الطيبه دي من الابراج بس هو خيالي هو خيالي بيحب الخيال
هو لما بيبقى عنده شغل بيركز فيه قوي، بس عنده تكاسل نوعا ما. طب برج الدلو فعلا، هل برج الدلو فيه حنيه وفيه طيبه على اولاده؟ على اولاده جدا، وفعلا بيقف جنب الناس. يعني برج الدلو من الابراج اللي بتقف جنب الناس. استاذ نصر، انت برج ايه يا استاذ نصر؟ عشان كده، عشان كده بالرجوله فعلا. برج الدلو حنين معايا بصراحه يا مخرجنا الكبير استاذ وليد عماره. انت برج ايه يا استاذ وليد؟ العقرب. هنخش برضو عشان ده المخرج بتاعنا، ما نقدرش تزعله، عايزين okay. نعرف السرطان. انت قلت حضرتك بيمتاز بالحنيه وبالطيبه. ايوه. ماديا هيبقى كويس؟ ماديا ومهنيا هيبقى احسن. عاطفيا؟ عاطفيا شويه. طيب ناخد المكالمه الهاتفيه دي. اوكي. الو. ايوه معاك. اتفضل حاج ابراهيم. دلوقتي انا تاريخي 8/9/58. كام يا فندم؟ 8/9/58. 8/9 58. ده برج ايه؟ 8/9 ده العذراء. العذراء. احنا اتكلمنا على العذراء. طيب هنرد، هنراجع تاني كده برضو. هنتكلم تاني بس نطلع فاصل الاول وبعد كده نكمل. نطلع فاصل ونتواصل، ارجو ان تبقوا معانا. ورجعنا لكم تاني مع الاستاذه نريده الباز. بصراحه انا مش متشاكل لتفاعلاتكم كتيره واتصالاتكم كتيره، بس بصراحه انا مش هقدر انا استقبل كل المكالمات دي، فاللي ما حالفوش الحظ معانا انا بتاسف له بصراحه، لان في مكالمات كتيره مش هنقدر نلبيها كلها، فاللي ما قدرش يحالفه الحظ انا بتاسف له بصراحه يعني. طيب ناخد مكالمه هاتفيه دي. الو. اهلا يا فندم. صباح الخير يا استاذ امان. اتفضلي. نعم. اتفضلي اتفضلي. انا بقول لحضرتك كنت عايزه اقول اسال الدكتوره بس ان انا 29/10 وجوزي 3/1 اتصلت من شويه، بس في مشاكل دايما بيننا يعني، فكنت عايزه تنصحني يعني بالنسبه لبرجي اعمل ايه؟ بحاول على قد ما اقدر ان انا امسك يعني الامور. انت شهر 10؟ انت شهر 10؟ 29/10 وجوزي 3/1. في خلافات دايما بيننا، وكنا بنمر بفتره صعبه اخر فتره، كانت صعبة من جميع النواحي يعني. ربنا يسر لكم الحال يا رب. قد ما نقدر ان احنا نمسك يعني الامور بحيث ما تفلتش من ايدينا، لان هو عصبي جدا وانا عصبية. طيب طبعا. عايزة تنصحني بايه يعني، وايه توقعات لينا؟ تابعينا وهي هتقول لك دلوقتي. برج العقرب والجدي. الميزان. هي العقرب، هي العقرب وهو الجدي. بتقول لك في مشاكل على طول بينهم على طول. الجدي متوتر قوي الفتره اللي فاتت دي، متوتر. هو التوتر كله من الجدي. هما عامه العقرب بتحب الجدي جدا، يعني انثى العقرب ممكن تتعامل في توافق بينهم، في توافق. انثى العقرب بتقدر انها تتوافق مع رجل الجدي لانه صارم جدا. احنا دايما نسميه ان هو التقاليد بقى والعرف بتاعت الجدي، بيحب يكون شرقي قديم شويه قوي قوي، بيحب مش قديم، مع احترام مش قديم، لا سوري. الناس بيقولوا هو قديم. لا 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 لا، شرقي هو طبعه حامي. اوكي صح؟ هو كده. ايوه كملي يا فندم. مش قصدي يعني، هو اوكي كويس، بس هي الفكره ان بيبقى في ابراج دلوقتي تقول لك لا ما ينفعش، هي الوحيده يعني من الناس اللي بتعرف تتعامل معاه هي وبرج العذراء. هي تهدى شويه لانه هو بيبقى برج الجدي الفتره دي متوتر قوي. هو اللي يهدى ولا هي؟ هي اللي تهدى شويه، هي تهدى شويه بالنسبه له، تحاول تحتويه. يعني تهدى بمعنى مثلا ان هو مثلا لو متنرفز لانه تحاول تكتنبه اوريدي من الفتره اللي فاتت. هو من النوعيه اللي بعد النرفزه لما بيهدى برج الجدي بيحب قوي وبيقيم الانثى اللي بتقدر انها تحتويه. بس هو مش من النوع اللي بيتكلم، هو اللي العمل عنده اقوى، يعني ان هو ليه تقييم ليها وتقدير ليها عمليا اكتر. بس هو اوريدي ان برج الجدي من شهر 11 و12 بالذات كمان هو متوتر، يعني هي لازم تهدى شويه. بالنسبه للميزان بقى، ما بنتكلمش عن الميزان.
ماله الميزان؟ انا برج الميزان. يعني اشمعنى انا يعني؟ نتكلم عن الميزان. اوكي. اخباره ايه ولا او مروح ولا؟ برج الميزان طبعا احنا قلنا الحمل والجدي والميزان هوائي، لا والثلاثه في التوقعات مع بعض ان هم هيخف الضغوطات عنهم. الميزان عنده مهنيا هو ناجح، بالنسبه لماديا كمان، بالنسبه لعاطفيا اللي مش مرتبطين هيرتبطوا الفتره الجايه. طيب ناخدهم عشان هيبقى لها كتير معانا. الو صباح الخير. صباح النور. استاذه نور من اسكندريه. ايوه عايزه برج. عايز تعرفي ايه؟ انت مواليد كام يا فندم؟ مواليد كام؟ 21/11 2000 الكوس. ايوه ماشي ماشي يا فندم، تابعينا وهتعرفي دلوقتي معانا ان شاء الله باذن الله. كملي الميزان الاول وبعدين الكوس ان شاء الله. الكوس زي ما احنا قلنا هي قراءه مختصره بالنسبه للميزان، لان بعد كده هيبقى فيه اللي هي التوقعات اللي بتبقى موضحه اكتر، بتبقى قريبه بقى من راس السنه وكده، بتبقى واضحه اكتر، فدي بتبقى مختصره بالنسبه لهم ان هو المهنيه وال يعني في ارتفاع في المهنيه، وفي ناس هترتبط، وبالنسبه للصحه احسن، وبالنسبه للصحه ان شاء الله هتبقى واللي مرتبط والمرتبط ان هو هيبقى كويس، يعني في علاقه كويسه بينهم، بس صعود وهبوط برضو، يعني هتبقى العاطفه مش من الابراج، يعني من الابراج اللي هيبقى العاطفه عندهم اقوى مختلفين شويه عن الابراج الهوائيه. طيب ناخد الكوس برضو. اتفضل. القوس زي ما قلت ان هو عاطفيا، انا اتكلمت عنه عاطفيا هو في مشاكل عنده، بالنسبه للوضع المهني افضل، الوضع المادي افضل. يعني القوس عندنا في عاطفيا هينزل شويه، في الصحه كويس، في الصحه كويس، مهنيا كويس. بس كل الابراج ان احنا نحافظ على حاجه معينه. اكتر برج يحالفه الحظ في 2021 هيكون برج ايه؟ العقرب. العقرب من اول الابراج العقرب، لانه متميز في حاجات كتير، المهنه وال ده هيحالفه الحظ في حاجات كتير، يعني هو من اوائل الابراج اللي اتكلمنا عنها. هو كان برج العقرب ان هو من الاوائل، بعد كده الاسد والجدي والميزان والحوت، بعد كده بالتدريج كلهم فيها حظوظ بس في حاجه معينه. العقرب يعني هيبقى حظه كويس. العقرب ماديا عاطفيا، وهو نفسه حتى الظاهر بتاعه المظهر الخارجي بتاعه هيتغير، هو هيحافظ على نفسه كتير، هو هيغير، هيلتفت لنفسه كتير. وفي برضه العقرب رجوع من الماضي، بس هو البيور عقرب اللي هو العشرة التانية هيبقى مش مركز، مش فارق معاه يعني. يعني مش قوي يعني. دونت وري. الو استاذ سعاد. الو. ايوه يا فندم صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح النور. اتفضلي يا فندم. سمحت انا 10/1 10/1 2003 ده برج ايه؟ 10/1 جدي. برج الجدي يا فندم. اخويا 4/6 4/6 كام؟ 1999 الجوزاء. الجدي والجوزاء، انت الجدي واخوك الجوزاء. ايوه احنا اتكلمنا عليهم والله. وعايز واحد ايه؟ وماما 2/1 الا ماما ماشي. 1982 2/1 الجدي. الجدي 1982. تابعينا ان شاء الله باذن الله هتعرفي برضه ان شاء الله باذن الله. الناس ده ما يكون عندهم تلهف رهيب كلنا. كلنا، لان احنا بنشوف نفسنا، يعني انا بتعارض مع الناس اللي بتقول لا انا شخصيتي مش شخصيه البرج. احنا بننسى حاجه، ان في ناس بتكون مولوده، مثلا انا مولوده فور اكزامبل، يعني انا مولوده في 10. انت برج ايه؟ انا الاسد. الأسد. لا انا 8/8 الاسد. بيور اسد. اتكلمنا عن الاسد؟ اتكلمنا عن الاسد؟ الاسد ما كلمتوش عنه خالص. طب نتكلم عن الاسد. نتكلم عن الاسد، انا معايا حد في الاسد معايا. لا اتكلمنا عن الاسد. اتكلمنا استاذ محمد عمر. اتكلمت عن الاسد. استاذ ياسمين عبد البصير. لا ما شرحتش. طيب اشرح لنا الاسد. الاسد طبعا من ناري، شخصيه قياديه ناجحه مجتهده، بعنادي جدا للموت، بس عنادي على حق، يعني هو من الابراج العناديه زي يعني الحمل. يعني عناده في الحق. زي الحمل والجدي وال برج ناري. برج ناري. متوصيه بالاسد قوي. طيب ماشي. نعم متوصيه بالاسد قوي.
انا قلت ايه ده حاجه بسيطه. بس هو طبعا فيه شويه عيوب، الناس كتير يقولوا ان هو الاناني، هو مش اناني، هو بيبقى فكره ان هو ما يجيش على يعني على حد عشان نفسه هو بس. بيحب دايما يظهر، هو يحب التفات يعني الناس تلتفت له، تلتفت لحديثه. بيحب المظهر الخارجي جدا، بيحب ان هو ده يبقى صفات زي. فيه ولا هتبدا تتغير في 2021؟ لا، اللي هيبدا يتغير هو الاسد، من الناس اللي هتتغير كتير جذريا في 2021. بالنسبه كمان للناس هتسافر، في سفر، في سفر، في سفر للاسد، في عروض كمان سفر للاسد، في جواز للاسد. الناس يعني مهنيا كويس، مهنيا كويس ناجح. العاطفة هبوط وصعود، بس في زواج للناس اللي عايزة تتجوز، في ارتباطات للأسد، في عروض للزواج للأسد، رجل وامرأة الاثنين، الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض. مهنيا بس ماديا بس مركزين في السفر قوي، يعني السفر في سفر ليهم واضح، في سفر، في عرض سفر، وممكن هو يكون عنده سفر في الخارج. برج القوس ما اتكلمناش عنه على فكرة، كلمتش. لا، برج القوس من الابراج. انا ابتسام احمد وياسمين مصطفى. هو برج القوس متسرع، متسرع وبيندم بعد كده، في يعني تسرع، في تسرع، مع انه ذكي، عايز ينجح، مش بيتلون، بس عنده حاجه حلوه قوي في طبعه، ان مثلا يقعد مع انسان يكون مش نفس طبعه، يتقمص الطبع ده عشان يقدر يتعامل معاه. عنده قيادة، بالنسبة للرجال قائد، ممكن الأعمال القيادية ينجح فيها تماما. دمهم خفيف قوي، من الأبراج اللي دمه خفيف، وبعدين الأصدقاء بيحبوهم قوي، يعني عندهم أصدقائهم بيحبوهم. بس ده برج القوس. هسألك كام سؤال كده، أو مثلا هقولك الذكاء تقولي برج إيه الذكاء. لا، دي بتختلف، انا ما بلاقيش، يعني دي انا معترض عليها، لان بيختلف الذكاء ده من برج الاخر. العاطفة، يعني انا هقول لحضرتك، يعني بنقول العذراء، انا قصدي من الابراج الذكيه جدا العذراء، جدا. والجوزاء ذكي، هم كلهم ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا في تفاوت. بس ما اقدرش اقول ان البرج ده هو اللي خد الذكاء كله، لان ممكن في العذراء ما بيكونوش اذكياء. لان عايزه اقول لحضرتك حاجه، احنا بنقسم بين التاريخ في 10 و10 و10، دي كل واحد مختلف. هو الشهر مندرج تحت الثلاث ابراج؟ طبعا 10 10 10 يعني الشهر فيه ثلاث ابراج. مش ثلاث ابراج. أنا الشهر بس الشهر موجود، بنقسمه لثلاثة، 10 أيام وعشر أيام وعشر أيام. العشرة الأولى بتبقى الصفات مكتسبة كمان من البرج اللي قبل، دي الحزبة بتاعتكم انتوا بقى. والعشرة الثانية هي البيور، العشرة الأخيرة هي اللي بتبقى العشرة ما بين البرج، صفات البرج ده والصفات الأخيرة. مدى صحة التوقعات في الأبراج ايه يعني؟ أنا شايفها بنسبة كام مثلا؟ احتمالية، يعني أنا بديها إن ممكن تكون 60-50% ساعات، وساعات بتيجي 70-80%. ده كله بعلم ربنا، يعني ربنا بيغير القدر، بس هما لما بيحسبوها في بقى في حاليا احنا في وقت تغيير الابراج والوقت اللي احنا فيه صح؟ وشهر 12 ده شويه كل الابراج فيها لخبطه شويه، فيها الحاله النفسيه ما بين صعود وهبوط، ما بين ان انا متفائل، ما بين ان كلنا، هي دايما اخر السنه بيبقى فيها اوقات بتبقى حاجه زي كده. بس ان شاء الله من يناير هيكون الدنيا يعني شويه هتهدى شويه. اكتر برج هيبقى ليه نقطه ضعف؟ يعني نقاط ضعف في الابراج، يعني عايز حضرتك تعرف نقاط ضعف كل برج، يعني اكتر برج هيبقى فيه نقطه ضعف. مش هيبقى، هو بيبقى عنده عنده لان نقاط الضعف دي بتبقى موجوده عندنا اوريدي معاه، ما بتتغيرش. مثلا طب برج ايه اللي بيتاثر اكتر بنقطه الضعف؟ يعني مثلا الاسد، الكرامه، الاسد الكرامه، كرامته او حد يستهزئ بيه. الجوزاء عنده مشكلته ان برضو ان انت تسلبه حاجه او ان انت تستهين بيه، لان الجوزاء اصلا هو من النوع المتغير، فما ينفعش ان انت تعمل. الميزان
الميزان ان حد يشكك في ذكائه ويشكك في ان هو عارف هو بيعمل ايه. دي من الحاجات اللي بتضايق الميزان، اللي ان حد يشكك فيه. يعني مثلا اقول انت مش هتقدر تعمل كده، اتحداك مثلا، انت من النوع اللي بتحب، انت ذكي وبتحب ان انت تقدم على الحاجه وانت عارف انت بتعمل ايه. برج الحوت، برج الحوت العاطفه والرومانسيه يعني. طيب ناخد المكالمه الهاتفيه دي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. اتفضل اتفضل اتفضل. وعليكم السلام. ايوه انا كنت عاوز اتواصل مع الدكتوره. اتفضل اتفضل. وقت التلفزيون بس بعد اذنك عشان نعرف نسمعك كويس. واسمعنا من هنا، اسمعنا من هنا، اسمعنا من التليفون. ماشي يا فندم، ماشي يا فندم. انا مواليد 5/5/66. 5/5/66. ده برج ايه؟ الثور. برج الثور. ماشي. كنت عاوز اعرف بس الدنيا فيها ايه؟ الدنيا يعني. حاضر يا فندم، هنجاوبك دلوقتي، هنجاوبك دلوقتي. واني طبعا الحاله الماديه يعني هتعمل ايه معايا قدام، لسه ولا ورا ولا قدام؟ الاستاذه هتجاوبك حاليا وهتقول لك دلوقتي. شكرا لحضرتك يا فندم. هو برج الثور عايز يعرف هيبقى احسن، هيبقى احسن من سنه 2020 ان شاء الله، هيبقى مهنيا وماديا افضل كتير. وعاطفيا ان هو في منهم ان هو هيقدم على زواج لسه ما تزوجوش، واللي موجود اللي هما مرتبطين او كده ان هما هيبقى ان شاء الله الحاله بينهم احسن، يعني الحاله العاطفيه هتبقى افضل. برج الجدي في شهر يناير. برج الجدي من 22/12 ليناير، بقى واخد يناير، واخد يناير 19. استاذ ياسر ابراهيم مغاوري عايز يسأل عن البرج بتاعه. استاذ ياسر ابراهيم مغاوري، بالنسبه للتوقعات، للتوقعات للتوقعات، احنا قلنا ان هو هيخف ضغوط كتير عن الجدي عن السنه اللي فاتت او السنه اللي احنا فيها 2020. هيبقى احسن في الوضع المهني، هيبقى الوضع المادي كمان، هيبقى ان هو في رجوع لناس ان هي عايزه ترجع له. بالنسبه يخلي باله شويه من الناس اللي حواليه، لان برج الجدي من نجاحه الناس يعني تقول كتير عليه، بتبص له كتير اكتر. في ابراج في طاقه حسد عندهم كتير، ومن الابراج برج الجدي عنده الطاقه، يعني في طاقه زي برج الميزان برضه عنده طاقه حسد رهيبه. الميزان والجدي من الابراج اللي شويه بتاخد الحسد شويه يعني، يخلوا بالهم بس. واي حاجه ممكن ان هو ناوي يعملها تبقى في الكتمان يعني، ودي من النصائح اللي احنا بنعملها. يا ريت. تحبي تقولي ايه للساده المشاهدين؟ ميرسي جدا. لسه فاضل لنا شويه، سنه لا، تحبي تقولي ايه ليهم في التوقعات، في ارائنا، في كل اللي احنا بنتكلم فيه؟ طبعا انا هقول تاني من الاول ان بالنسبه ليهم للساده المشاهدين ان دي سنه مكمله، يعني كمان ما نبقاش متشائمين. هي ان شاء الله هتبقى افضل شويه. خلاص احنا خدنا صدمه، خدنا صدمات كلنا بالنسبه للسنه 2020. لسنه 2020. نجتهد، هي مش بتاعت نوم خالص، مش بتاعت ان انا مستني نشاط الحظ يجي لي. نشاط. لا، لازم نشاط، ان خلي بالنا كلنا من صحتنا، لان طبعا احنا عارفين الفتره اللي جايه. الفتره الجايه صعبه. سعدت بوقت حضرتك جدا يا فندم. ميرسي، انا مبسوطه جدا ليكي جدا، والحلقه الجميله اللي عملناها مع بعض. انا اللي مبسوطه قوي ان انا مع حضرتك. دي كانت حلقتنا اعزائي المشاهدين عن الابراج، ودي كانت تلبيه لطلباتكم، ويا رب تكون عجبتكم وتكون استمتعتوا معانا. والى اللقاء، الى حلقه اخرى. السلام عليكم.